طيب يلا يا سابع، اليوم إن شاء الله رح نبدأ موضوعنا حول كتابة موضوع تعبير عن مدينة. نعم، طبعا كثير منكم حيكون موضوع درسنا قراءة موضوع عن القدس. تمام، نزل بداية يا مس، الله يرضى عليك، خلاص إذا منزله خلاص. الآن يا سابع بدي احكي شغله صغيره، انه بشكل سريع قبل ما نبدا نشوف طالب المعنى. قبل ما نبدا يا سابع موضوعنا نحكي بشكل سريع، طالب كثير بيجي بحكي بس انا ما بعرف اكتب موضوع تعبير. انا اسبوع يعني تقريبا كل اسبوع راح اطلب منك موضوع تعبير. السبب حتى اخلي يكون عندك مهاره التعبير مهمه. مهاره التعبير مهمه زي املاء، زي القراءة لما نقرأ بالصف كل يوم، زي القواعد، زي القواعد الإملائية، زي حل الأسئلة، أفكار، استماع. ليش نأخذ استماع؟ إذا يمس موضوع التعبير موضوع مهم ومطلوب بكل مكان. الآن يا سابع أنا كطالب بعمرك بتكتب موضوع تعبير، بعرف إنكم بتعرفوا بس الله يرضى عليك مراجعة سريعة. بكتب موضوع تعبير يا أحمد، ببلش أكتب أفكار. المس طلبت مني أكتب عن القدس، انسوا لي القدس شوي لانه بدي اسمع. طلبت مني المس اكتب عن موسم الحج، ببلش. طلاب كثير بيمسك لي تليفون موضوع تعبير عن الحج وبنسخه، يا ريت هو بنسخه بيخلي حدا كمان ينسخ لي، مش بسمع. بيكون موضوع مثلا يحيى نفس موضوع محمد، نفس موضوع عيسى، نفس. الان يا احمد انا بطلب منك، انا حاب اطلب منك بمسك افكاري يا كنان. شو أفكاري؟ الحج بيني وبين حالي. موضوع التعبير ببدأ يا بآية. حكينا ثلاث أقسام لكتابة موضوع التعبير. حكينا مقدمة، ما حدا يكتب طبعا لأني بعرف أنكم بتعرفوا، وعرض و خاتمة. ببلش موضوعي مقسم. لو مسكت أي كتاب أو أي درس أمامك، بمسك درسي يا علي، بتطلع على درس زي هيك، بتطلع عليه، ما بلاقيه مس مكتوب دفعة واحدة. شو بلاقيه؟ قسم أفكار مرتبة، فقرة 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 فقرة. طيب مس بلشت موضوع عن الحج، شو أفكار عندي؟ بسأل أمي شو بتعطيني مواضيع عن الحج، تقول لك أمك مثلا إنه الحج بيجي مرة بالسنة، يعني هاي أفكار من أمك أخذتها. إنه الحج مثلا مين يعطيني أفكار عن الحج متذكرها؟ آه نعم، الكعبة المشرفة، نعم، وإلها مراسم، نعم فيها مراسم خاصة، واللي بيروح بحج مثلا بيحتفلوا فيه وإلى آخره.
نعم رائع. وأيضا من أركان الإسلام من استطاع إليه سبيلا. طب هاي الأفكار بكتبها على إشي مسودة بحكوها. أخذت أفكاري من أمي من أي حدا حوالي وجمعتهم، ما كتبت لسه، هيك مشتتة أفكاري. طب المسألة لموضوع التعبير مقدمة عرض خاتمة، معناته المقدمة شو حكينا؟ بعرف إنكم بتعرفوا بس تفكير. موضوع حلو يبدأ زي درس الطيور، متذكرين بلش بآية. موضوع حلو يبدأ بآية، مش حافظ آية حديث، مش حافظ حديث شعر، مش حافظ شعر ولا حديث ولا آية، والمسألة فجأة عندك تعبير. هلأ شو بعمل؟ أنا بالصف مثلا، شو بعمل يا أحمد؟ بعرف الموضوع. كيف يعني بعرف الموضوع؟ يعني موضوع عن الحج، بحكي الحج هو عبارة عن موسم من مواسم التي تأتي مرة واحدة بالسنة، له أركان معينة، له شروط معينة، بعرفه. بتلاحظ كثير في دروس لما ببلشوا بموضوع بعرفوه، لما ببلشوا بموضوع بيعرفوه. طيب يا مس، أنا في البيت التليفون موجود معي، بكتب آية كريمة عن الحج، بطلع للنت، بس باخد إشي بسيط، بستدل بإشي بسيط. كتبنا الموضوع المقدمة آية، ببلش عرض، شاني عرض الأفكار اللي أخذتها من أي حدا حوالي، وببلش أشرح بطريقة مختصرة الحج إلى آخره إلى آخره. خاتمة، من اسمها خاتمة، بتختم، مش ببلش أفتح مواضيع جديدة. كيف بختم موضوعي؟ برضه آية جديدة إذا حافظ، حديث جديد، تعريف جديد، نصيحة أكثر الناس تلتزم فيها، ممكن دعاء، دعاء أكيد، وبختم موضوعي مع مراعاة علامات الترقيم. مش حلو موضوعي يكون مش مرقم. مع كل فقرة جديدة شو بترك؟ نعم، كل فقرة جديدة بترك مقدار كلمة. عشان الوقت يا سابع، يا براء، يا مس سامعنا؟ نعم مس سامعكم. طيب براء، كتبت لنا موضوع عن القدس؟ لا. طيب يا مس، مطلوب منك انك تكتب موضوع تعبير عن القدس وتبعث لي اياه اليوم، تمام يا مس؟ تمام. طيب، لأن أنا حكيت كل واحد مش كاتب، رح أنقصه علامتين من الطلاب. طبعاً أكيد رح يكتب ورح يبعث براء، دائماً مجتهد. تمام. الآن يا براء استمع لزملائك، أي حدا بيستفيد من غيره. لا، على الدور يا أحمد. أي حدا يستمع لزملائه عشان إذا عنده إذا موضوعه ناقص إيش يستفيد. تفضل يا محمد. أحمد بسرعة عشان تكتبه. كل واحد بيطلع بمسك وبقرأ بسرعة، عشان هاي محمد بيقرأ يبلش قراءة. تفضل يا محمد، الكل يستمع لزميلكم محمد. تفضل. مدينة القدس هي مدينة عربية إسلامية، أرض الحضارات ومهد الديانات، وفيها المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، وفيها قبة الصخرة الذي عرج منها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. نعم رائع، بس بدي يكون أطول من هيك. يلا 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 محمد ثائر. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. القدس أكبر مدن فلسطينية تاريخية محتلة مساحة وسكنا، وأكثرها أهمية دينا واقتصاديا. تعرف في أسماء أخرى في اللغة العربية مثل بيت المقدس والقدس الشريف وأولى القبلتين، وهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، وهي مكان مقدس بالنسبة إلى المسلمين، واللهم ارزقنا بفتحها يوما من الأيام. خلصت.
أنا القدس، أنا القدس. أنا القدس، أنا القدس. سجل أنا القدس، أنا الأنوار مشرعة، أنا التاريخ والأمجاد والحاضر. أنا عربية حرة، أنا الإنسان، أنا القدس. القدس من أهم المدن العربية العريقة، وهي عاصمة فلسطين التي يوجد فيها عدد كبير من المناضلين الذين يحملون أرواحهم فوق أيديهم من أجل الدفاع عنها، كما أنها من أهم الرموز الدينية، ففيها المسجد الأقصى أولى القبلتين. ويجب علينا أن نعلم أنها عانت وما زالت تعاني من القوات الاحتلالية التي تحاول الاستيلاء عليها، ولكنها صامدة قوية تقاوم تلك القوات حتى يومنا هذا، وأبطالهم هم أبناؤها. حماك الله يا قدس الحبيبة. Hi guys. القدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. مدينة القدس مدينة إسلامية عربية، ويوجد فيها المسجد الأقصى، وهي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عاصمة فلسطين. موضوع لازم يكون أكيد يعني جيد. يلا يا عوالي. للقدس أهمية خاصة في قلوب الجميع عامة والمسلمين خاصة، ربما لأنها المكان الذي ضم أول قبلة لهم قبل أن تتحول القبلة بأمر من الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة الشريفة، وربما لأنها المكان المبارك والمقدس الذي عرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الإسراء. سابع لو سمحت انت. يلا تفضل. يلا سريعا عشان تشوفوا مين كاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. تعد الإسراء والمعراج من المعجزات التي حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليلة الإسراء هي الليلة التي أسرى الله بنبيه محمد من المسجد الحرام إلى المسجد المقدس، ثم صلى أمام الأنبياء، وكان يركب دابة تسمى البراق بصحبه جبريل عليه السلام. أما رحلة المعراج هي أعقب الصعود بالنبي إلى السماء السابعة، وبعدها إلى البيت المعمور. أحسنت، رائع. يلا أسرع أسرع. يلا جواد، رائع. يلا تفضل سريعا عشان نحن مجالنا يكون. القدس. تعد مدينة القدس من أعرق مدائن العالم وأقدمها، إذ يعد أقدم نشاط بشري فيها إلى ما يزيد عن 4000 عام قبل الميلاد، وسكنت المدينة بشكل دائم في الفترة ما بين 3000 عام و 2080 قبل الميلاد. وتعتبر مدينة القدس ذات أهمية دينية للأتباع الدينية السماوية الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، مما ساهم في جعلها مدينة مركزية إدارية ودينية للعديد من الممالك والحضارات على مد عصور طويلة. أحسن يا حبايبي، الله يرضى عليكم. يلا تفضل بعده على طول، تكون جاهز. يلا عمار تفضل. يلا. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. يجب على الإنسان أن يحافظ على الوطن ويدافع عنه من أجل حمايته من الأعداء والمقدسات الإسلامية مثل المسجد الأقصى، لأنه القبلة الأولى وثاني الحرمين الشريفين، وتتمتع بالكثير من الأماكن الجميلة والطبيعة الخلابة، وهي المدينة الأنبياء ومصر النبي من المسجد الأقصى إلى السماء. أحسن أحسن.
أحسن. يا سابع مواضيعكم كويسة بس بدنا نخليها تكون أعطنا صحيح لك. بدنا يكون إيش؟ يكون أطول شوي. حكيت لك موضوعك يكون جافي ووافي. رسالة سبعة بالضبط. أنا صفحة كاملة. يلا تفضل يا ابني. اقرا انا يلا يا احمد بتكون جريئين ونقرا. انا مش صار شعر انا كاتب. معلش معلش الكل يحاول. ارى شمسي يراودها الكسوف ويلحق وجهي ازهار الخريف وفي عيني تستحم المآسي وفي قلبي من الشكوى وجيفي. هل عرفتم حكايتي وقصتي؟ هل عرفتم الجرح الغائر داخلي؟ هل عرفتم من أنا؟ أنا فلسطيني الثغر الإسلامي السليم الذي اختصمه اليهود الأمة الإسلامية وهي الأرض المقدسة التي بارك الله فيها ومحفنا المحفظين. القدس عاصمة فلسطين وفيها المسجد الأقصى وهي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أكبر مدن فلسطين ولها أسماء عديدة منها بيت المقدس والقدس الشريف ولها أهمية دينية كبيرة فهي تحتوي على المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين ومسجد قبة الصخرة الذي عرج منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج. تأسست المدينة في عام 3000 قبل الميلاد. تبلغ مساحتها 125 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها من 850 ألف. أحسن. يلا أشوف بسرعة. لا خلاص خلاص. يلا يا أحمد. بس عشان ترجع عارف ضلك كويس. يلا عشان تبدا على مستواك. تفضل يا احمد البطل. استيقظت من النوم وكان يوم رائع. قررنا انا واصدقائي الذهاب الى مدينه القدس وذهبنا وشاهدنا الموضوع على اساس انه قصه. العديد من المعالم القديمه مثل قبه الصخره والمسجد الاقصى المبارك. شاهدنا الاشجار الزيتون القديمه والجميله في كل مكان. صلينا الصلوات في المسجد الاقصى المبارك. كانت الشمس ساطعة حل الليل وذهب كل منا الى بيته وانتهى سجن. احسنت. كويس. يلا الكل لازم يحاول ويقرا. يلا يا ليت تفضل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه سميع بصير. مدينة القدس من أقدم مدن العالم ومن ذات أهمية دينية وموطن للحضارة القديمة وهي أول قبلة للمسلمين. إنها مكان الذي خرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال القدس على يد الكعيانيين منذ أكثر من 5000 عام قبل الميلاد. أحسن أحسن. محاولة جيدة بس شيء لازم تقرأ في الجملات. أحسن قرأ. يلا يا محمد سريعا سريعا. تعد مدينة القدس من أعرق المدن العالم
وأقدمه. تعتبر مدينة القدس ذات أهمية دينية الإسلامية والمسيحية واليهودية، مما جعل المدينة مركزاً إدارياً ودينياً للعديد من الممالك والحضارات على مدى العصور. ويوجد فيها المسجد الأقصى وقبة الصخر وكنيسة القيامة. مدينة القدس كانت وما زالت موطناً للعديد من الحضارات المتنوعة، يظهر ذلك في مبانيها وشوارعها وأسواقها. تعد مدينة القدس من أقدم وأعرف مدن العالم، وهي أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين، وهي عاصمة فلسطين، وفيها مسجد قبة الصخرة. ومن أسماء مدينة القدس قديما سميت داود في عهد نبي الله داود. بدي أتأكد إنه الكل كاتب علي وين مطبوعة، وأنت وين مطبوعة في أي؟ يلا اقرأ يا علي. القدس أكبر مدينة فلسطينية تاريخية محتملة. وأكثرها حمية دينية مقتصدية لعرف باسمها. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. والقدس أولى القبلتين، والقدس هي أقدس الأماكن عند المسلمين بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة. والقدس ذات أهمية دينية عند المسلمين بعد الإسراء والمعراج، وهي مهبط الأنبياء والرسل، ومنها انطلاق الهداية للبشر لعبادة الله وحده. ومدينة القدس كانت وما زالت موطنا للعديد من الحضارات المتنوعة، ودور ذلك في مدنها وشوارعها. أحسنت يا طالب، أحسنت يا كلاب، يساعدك. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرى من آياتنا إنه هو السميع البصير. القدس هي من أكبر المدن التاريخية المحتلة مساحة وسكان، وأكثر ما أهم شو اسمه الدنيا واقتصادها تعرف باسم آخر في اللغة العربية مثل بيت المقدس والقدس الشريف أولى القبلتين. القدس عمد عرفة بدك علي لصدك يا محمد. القدس في عيوننا. تعد مدينة القدس أحدا من تعد مدينة القدس واحدة من أقدم المدن في العالم. يعود أول نشاط بشري فيها
الأربعة آلاف قبل الميلاد، ومن أهم عليها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة. القدس عدد أسماء منها بيوس وبيت المقدس. تعتبر مدينة القدس عاصمة فلسطين وتبقى عاصمتها حتى تقوم الساعة. يقول الشاعر: صارت فلسطين رمز الإباء وما زالت تواجه ضلالا وفساقا، في قلبها ساحات الأقصى وقبته وبرق الهدى ما زال خفاقا. أحسنت، رائع. يلا يا خالد. القدس هي أهم العواصم القديمة. القدس هي أهم العواصم القديمة في العالم، فهي أولى قبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي عشر. القدس هي أهم العواصم القديمة في العالم، فهي أولى قبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي عاصمة فلسطين. القدس مكان مبارك وفيه المسجد الأقصى الذي عرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج. القدس تحتوي على معالم أثرية ودينية وسياسية واقتصادية، لذلك كانت مطمعا للاحتلال الصهيوني باحتلالها. احتلها العدو الصهيوني عام 1948 ميلادي، وتقسمت إلى عدة أقسام: الضفة الغربية والضفة الشرقية وغزة، والاحتلال باق حتى يومنا هذا. ونسأل الله أن يغك أسرة فلسطين وأن تبقى القدس عاصمة فلسطين العربية الأبدية. أحسنت، يلا يا عبد الرحمن. يلا أسمع ليهم. القدس الشريفة. القدس أهمية خاصة في قلوب الجميع عامة والمسلمين خاصة، ربما لأنها المكان الذي ضع أول قبلة لهم قبل أن تتحول قبلة بأمر من الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة الشريفة. مميزات القدس. مميزات القدس بزراعتها والثروة الزراعية كزيت الزيتون والعنب والتين، ولكن للأسف تدمر بسبب الحروب. والقدس تضم من بوتك. القدس. القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وتحظى القدس بمكانة دينية مميزة، فهي أولى القبلتين وثالث الشريفين، ومنها عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج. وتعرف القدس بأسماء عديدة، منها بيت المقدس الأولى القبلتين والقدس الشريف. وكانت وما زالت القدس تقف شامخة صامدة في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم. أسأل الله أن يرزقنا زيارة القدس والصلاة فيها. القدس. القدس هي ذي الشعب الجميلة. القدس شعب مسلم، واحتلت القدس عام 1947. أحب أن أزور القدس وأحب أن أقيم الصلاة فيها، أهمية خاصة في قلوب الجميع، وهو واجب علينا أن ندافع عنها ويزورها جميع الأديان. والقدس تتميز باللون الذهبي وبنيت بين يد المسلمين، هناك كثير من الشهداء. اللهم حرر القدس وفلسطين. يلا بلشت. مدينة القدس. القدس هي عاصمة فلسطين التي احتلوها اليهود، وهي جميلة جدا لأرضها الخصبة وروعتها، وتقع في الأرض الفلسطينية، وهي أولى القبلتين وثاني المسجدين، وتتمتع بالطبيعة الخلابة. تؤسست عام 3000 قبل الميلاد، وهي تقع أعلى أحد التلال. نعم، أحسن. الآن يا سابع، طبعا الوقت ضيق، الآن راح أكمل أسمع من الباقي من دون ما نسجل. في أي سؤال سابع؟ خليه بس. تعال احمد انت اقرا برضه. بس حرام، بس احمد.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دلنا هذه الآيات الكريمة. عندما أسرى من مكة المكرمة قد ذهب إلى المسجد الأقصى الموجود في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وهي هو القبلتين، وهي محتلة من العدو الصهيوني، حيث تحتوي على المسجد الأقصى والثالث للحرمين الشريفين وقبة الصخرة. القدس منزلة عظيمة للمؤمنين جميعا، فمنذ تسلم الخليفة عمر بن الخطاب مفاتيحها قد أصبح القدس أمانة في رقاب المسلمين جميعا. فعلينا ندافع عن قدسنا الأبية والوقوف في وجه العدو. نعم أحسنت يا أحمد. خلص سابع، يعطيكم العافية.